تستعد الجزائر لفصل الصيف القادم بالترويج للسياحة عبر المهرجان الدولي للباس التقليدي الجزائري الشهير وللتعريف بالأزياء الفلكلورية لمصممين جزائريين، وستنظم جولات إلى مدينة وادي سوف لثلاثة أيام وأيضا لمعالم أثرية في العاصمة. اختيرت مجموعة من الفنانين العرب، وكان سيشارك محمد رمضان، أحمد زاهر، داليا البحيري، روتشينا، رانيا فريد شوقي، ومنى شلبي من مصر، والنجمة اللبنانية هيفا وهبي ضمن الضيوف التي ستشارك في مهرجان الترويج للسياحة في الجزائر. لكن إعلان اسمي الفنانة هيفا وهبي ومحمد رمضان أثار حفيظة الجزائريين بغرض الترويج للوجهة السياحية واللباس التقليدي. سرعان ما تذكر وتداول الجزائريون مقابلة قديمة للفنانة هيفا وهبي في مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الحوار المصرية تعود لعام 2010. 11 سنة مرت على هذه المكالمة عقب مباراة مصر والجزائر في ضمن تصفيات كأس العالم، حيث قالت إنها لن تغني لشعب السكاكين. أنا قلت كده وأنا ما بخافش من كلام أنا صرحت فيه وأنا قلته. أنا شفت جمهور السكاكين، ما فيش دولة تقبل على نفسها تبقى وجهتها الجمهور اللي احنا شفناه في الخرطوم. نوع الجمهور نفسه بيعبر عن نية مش حسنة، اللي حصل ده مش حلو. وانا قلتها انا مش هغني في مكان الاستاد ده. الشريحة اللي انا شفتها في المباراة اللي حصلت بين مصر وبين الجزائر دي شريحة لا ما تهمنيش، ومش هم دول الفانز بتوعي اساسا. أيضا تداول الجزائريون فيديو لمحمد رمضان كان قد أدلى بتصريحات مسيئة للجزائر ولشعبها يعود لعام 2010 أيضا. والله الجزائر دولة أقل من إن إحنا كمصريين نتكلم عنها، يعني هي دولة مين الجزائر؟ إحنا كمصريين شرف ليهم إن إحنا نقول كلمة الجزائر بس. فهم ده شعب غريب، يعني شعب أنا شخصيا مش فاهم هل هو عربي ولا. بعض الجزائريين قد عبروا عن استيائهم من دعوة هيفاء وهبي ومحمد رمضان للمهرجان بالتغريد، وهذه عينة منهم مثلا هنا مأمون دجلول: الله أعلم، هادو هم اللي كانوا يسبوا فينا 2010، الله لا تربحهم. ويقول هنا علاء الصديق مغردا: محمد رمضان في المرة قال إحنا أكبر من أن نتحدث عن دويلة اسمها الجزائر، يعني اللي راح يستقبلوه مش بشر، ما عندهمش كرامة من الآخر. أما كريمة يحيوي فتكتب: لا داعي لإثارة البلبلة، إذا كان هذا الخبر صحيحا فدعوا الجزائر تتفتح قليلا على العالم، أرجعتموها متوحشة بعقليتكم المتعصبة الشمولية. أما أحمد عادل فيكتب: المال الذي تعطوه لهؤلاء الفنانين كون تبنون بهم مستشفى عصري يداوي فيه رئيسكم خير منا يذهب إلى ألمانيا، مجرد رأي. محمد عبد القادر يكتب: وإحنا ما عندناش فنانين كبار كالشاب خالد وغيره، ولا كيفاه؟ يقول متسائلا، وهذا السؤال طرحه أيضا جزائريون، بأنه ما هو المعيار في الاستعانة بفنانين عرب للترويج السياحة؟ إذا كان المعيار فنيا لماذا لم يشارك الفنان العالمي الشاب خالد بهذا المهرجان كونه فنان جزائري وعالمي في نفس الوقت؟ من أبرز الوجوه الجزائرية التي ستشارك وتترأس المهرجان هي المصممة محاسن حرز الله. بعد الجدل نفت وزارة الثقافة أي علاقة لها باستضافة الفنانين العرب. نبيل السليماني وهو المكلف بالإعلام في وزارة الثقافة قال: وزارة الثقافة لا علاقة لها بتنظيم هذا المهرجان المرتقب في الجزائر، ولا علاقة لها باستضافة الفنانين العرب، والذي بادر به هو متعامل خاص، ولم تمنح إلى حد الآن أي رعاية لهذا الحدث. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.